منطقة البريمي مثلا، أنا كنت أدرس تطور سياسي في الخليج والجزيرة العربية، زين، فمسكت قضايا ذاك الوقت يعني بالسبعينات، من المشاكل اللي كانت بين دول الخليج مشكلة البريمي، يعني منطقة فيها قرى، ست أو سبع قرى في الحدود بين السعودية والإمارات وعمان. طبعا في خلاف بين هالثلاث دول في ذلك الوقت على من يحكم هالمنطقة، لأن فيها نفط بعد، والخلاف الحقيقي كان بين شركات النفط الأمريكية والبريطانية. عرفت شلون؟ قلت حق الطلبة يا شباب لازم نسوي احنا بحث وميداني عن البريمي. تحمسوا وايد، هم يسألون عن مراجع، قلت لهم لا 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 خلكم من هالطريقة هذه، مراجع وكتب وما ادري شو، لا 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 انت تبي تطبق الحين، انت تبي تطبق السيستم اللي تعلمته في كامبريدج، في بس لازم تركبون الطياره وتروحون البريمي. كانوا يضحكون يتلفتون يضحكون، كان يقول من صدقك دكتور؟ قلت ايه من صدقي، لازم تروحون البريمي وتشوفون البريمي، مو تقرون عنها، وتلتقون بالناس في البريمي، وتسوون الخريطه القبليه في البريمي، وشنو الخلاف في البريمي، ويعني كلش كلش، تقعدون اسبوعين ثلاثة شهر، واحد يقول لي حر، واحد يقول لي ماكو اوتيلات في وهو صدق ماكو اوتيلات وقته. شلون والله ما تصدق، بنية من اللي ادرسهم رفعت صبعها، قالت انا مستعدة اروح واسوي البحث الميداني هذا. قلت والله عافية عليك، ما تستحون انتم على ويوكم. اقول حق الشباب هذه فهمت بنت تقول انا بروح، ايه طلعت من بنات الصباح، فهمت شلون؟ فيقولوا لي الطلبه يا هاي بنت الصباح بيحشمونها وبيخدمونها وبيحطونها بعيونها، ما يكون عندها مشكله، ما عندها مشكله، بس احنا مو عيال الصباح. والله وراحت، تذكر اسمها؟ اي اذكر اسمها، منو؟ فريحة الصباح اسمها، توفت الله يرحمها. فبعد يوم يومين اتصل فيني الله يذكره بالخير الشيخ صباح الاحمد صاحب السمو، اتصل فيني قال لي عبد الله انت قايل حق اختي فريحة تروح حق البريمي؟ قلت مو انا قايل لها، هي اللي تبرعت وقالت بروح، فإحنا راح نتكفل بكل شيء. أنا أقول له الجامعة راح تكفل بتذكرتها واستقبالها، قال لا 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 ما عليك ما عليك، خلاص إحنا راح نرتب مع والي البريمي اللي هو عماني وقتها، وهو راح يستقبلها في مطار أبو ظبي، وهو راح يوديها إلى البريمي، وتقعد عنده أسبوعين حتى تكتب تقرير عن مشكلة البريمي. وراحت فعلا وقعدت عند الوالي في القلعة مالت الوالي، لأن ماكو أوتيلات، وكتبت، صارت سالفة بالجامعة. المشكلة مو هني، المشكلة أنا طلبت سلفة من إدارة الجامعة بصفتي
عضو هيئة تدريس في قسم العلوم السياسية، والله يبقى احنا نحتاج الى 750 دينار علشان هالبحث هذا، انه يعني كذا وطباعته بعدين وتجليده والتحقق من مراجعه، ويعني نحتاج الى اثنين يتأكدون من المعلومات، يعني اللي راح تكتبها فريحة، عرفت شلون؟ يكتبها تخش تقرير، بس يعني كنت ابي اوثق الموضوع. فلس ما اعطونا، ما عندنا فلوس، تصدق ما كان في ميزانية للجامعة يعني؟ اكو بس السلف هذه مو على بحث علمي. في نفس الاسبوع، يا مندوب من جامعة لانكاستر البريطانية، وخذ تبرع من جامعة الكويت للدراسات العليا في جامعة لانكاستر ب75,000 دينار كويتي. هذا خلال الشهرين الأوائل اللي أنا اللي اكتشفتهم. أنت في نفس